السلام عليكم. 4 سنوات منذ أن أعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء آنذاك النصر على تنظيم داعش وانتهاء العمليات العسكرية، لكن حتى هذه اللحظة لم تنتهي مأساة النازحين في العراق، ولم تقم الحكومة في بغداد بإعادة إعمار المناطق المدمرة من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم، فأصبحت أحلام الأطفال هناك بيت يؤويهم وأحلام الآباء عيش كريم لأطفالهم. واليوم ساسة العراق يتناحرون من أجل كرسي الحكم، ولا نجد صوتا واحدا ينادي بحقوق الناس نازحو العراق ومآسيهم وحلم العودة إلى الديار. موضوع حلقتنا لهذا المساء، أتمنى مشاركتكم وأنتظر سماع آرائكم. طب مشاهدينا الكرام، قضية النزوح والنازحين قضية شائكة وصعبة جدا. اليوم في العراق بعد عام 2003 عرف العراقيون قضية النزوح. لم يعرف العراقيون قضية النزوح إلا بعد عام 2003 ومجيء المحتل الأمريكي ومن ولاه أو من سار سيره وركب ركبه وأتى إلى العراق. اليوم قضية النزوح لم تنتهي. اليوم قضية النزوح مستمرة. اليوم نحن في عام 2022، هنالك مطالب حثيثة لإنهاء قضية النزوح، وهنالك مساعٍ حكومية لإنهاء قضية النزوح لكن بشكل خاطئ، فهي ترغب بإغلاق المخيمات ليس لإعادة إعمار المناطق، وليس لانتهائها من إعمار المناطق، وليس من انتهاء الحكومة من إيجاد وضع خاص أو وضع جيد للنازحين من أجل أن يعيشوا في مناطقهم أو أن يعودوا لمناطقهم، لكن يريدون إغلاق قضية النزوح لرغبات سياسية بحتة. اليوم النازح في المخيم عندما يعود إلى منطقته يفاجأ بأن منطقته مدمرة بالكامل، فلا بيت يؤويه ولا عمل يقتات منه ولا مصدر رزق يعيل عائلته به، فيضطر إلى النزوح مرة أخرى فيعود إلى المخيمات من جديد. أما الناشطين والمدنيين يطالبون بإنهاء قضية النزوح عندما تكون الصورة صحيحة، يطالبون بإنهاء قضية النزوح عندما تتعامل الحكومة مثلا مع قضية النزوح بصورة واعية أو بصورة صحيحة، بأن تعيد إعمار المناطق وبعد ذلك تجد أسلوب عيش كريم للنازحين من أجل أن يعودوا إلى مناطقهم. كيان من بغداد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أخ كيان، شلونك أستاذ أفل؟ أهلا بك يا الغالي أستاذ أفل. قبل لا أجاوبك على سؤالك أريد أعلق على هذه المقدمة، مو حضرتك قدمها، لا تقدمت بالشريط وهي اللي يحكي همام حمودي شيخ أبو عمام البيضة، ما أعرف اسمه، همام يقول حمودي. همام حمودي يقول كل سنة يزيد مليون، هذا يريد يحاسب العالم بعد ما تخلص، بعد الناس ما تنجب، بعد الناس ما تتزوج. هذا واحد تافه، اساسا تافه، ابري للذمه من هاي الكلمات. هذا واحد ما له معنى، هو والبعده، وحتى هذا السيد طلع يقول يا شارع كله بزمن صادات. هذول كذابين، هذول يعطونهم فلوس على مود يحجون، ذول كذابين، ذول سراق دمروا العراق. هاي وحده، هذول حراميه كلهم من الاليف للياء. اما النازحين، النازحين ذول أهلنا وناسنا، قسما بذات الله أظل أطالب بكل مظلوم وبكل فقير، مو إلا نازل. نعم. وتربيت على كلمة الحق والصراحة، لو على قص هاي الرقبة. نعم. النازحين ذول أهلنا وناسنا الطيبين، هذا اللي يصير بيهم ما يرضى عبد مسلم. جريمة نقول إحنا إسلام ونشوف هاي الناس المسلمين ناسنا وأهلنا قاعد يصير بيهم هيك. نعم. جريمة. انتم يا الفاشلين، انتم يا الفاشلين، يا الماء لكم معنا بالحياه. 6-7 نفرات تافهين يلعبون بمقدرات العراق، يلعبون بمقدرات 40 مليون. يزعل مقتدى نتورط، يزعل مالك نتورط، يزعل زياد نتورط، قيس الخزعلي يطق بيت رئيس الوزراء عاديه. انت يا مقتدى، يا سيد مقتدى، خلنا اوجه لك رساله بادب. انت سيد
قابس روحه يقول انا قائد اكبر تيار بالعراق، امنتوا بالله ما عندنا اشكال وياك، هاي الناس اللي يتبعونك انت وياهم بالعافيه عليك. بس انا بدي اقول لك مو عيب عليك، اكبر عيب عليك انت بالنجف، والنازحين ذول اهلنا وناسنا، والاسلام دين الاسلام ما يقبل بهاي الناس يصير بيهيج. امير المؤمنين سلام الله عليه علي بن ابي طالب ما فد يوم نام ويتيم او فقير او مهجر قدام عينه هو يدري بيه وما مسح دمحته وما مسح على راسه. علو ياك علي، علي مع الحق والحق مع علي، علي مو الباطل، انتم باطل، انتم ناس فاشلين، ناس سذج، ما لكم معنى بالحياه، لا قرايه لا كتابه لا فهم لا علم. انتم شنو انتم؟ انتم جايين تدمير العراق؟ العراق ما يدمر، العراق بيه ناس طيبه وبيه ناس خيره، والعراق راح ينهض وراح يو كرم السامع جو قدرت يدوس بامكاننا تكونون لاحقكم، اللاحقكم بالدنيا وبالآخرة، بالدنيا وبالآخرة اللاحقكم. اللي يحكي مظاهرات سلمية شباب، مظاهرات سلمية ينطلق عليهم الرصاص الحي ينقتلون بالشوارع، بيا حياة بيا دنيا بيا دين بيا إسلام بيا مذهب، مو عيب. ما تستحون أمهات تنام بالشوارع، أباء ينامون بالشوارع، أطفال مشردة، فقر، جوع، يتامى، لا تعليم، علمنا الناس القراءة والكتابة، وإحنا عندنا 60% أمية، لا صحة لا زراعة لا صناعة، دجدوا الفرات مقبلات على جفاف، وانتم والله مترندحين. والله زعل سيد مقتدى، ها زعل سيد مقتدى او زعل المالكي، منو انتم؟ منو انتم تلعبون مقدرات العراق؟ لا والله العظيم اللاحقكم، خلوا ببالكم، اسمح لي استاذ احمد اسمح لي، خلوا ببالكم معلومة نطب لكم لبيوتكم، والله والله العظيم حتى الطفل حتى الطفل ما يخلص من عندنا، انتم دمرتوا العراق ودمرتوا العراق، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. شكرا استاذ احمد. شكرا شكرا لك اخ كيان. مشاهدينا الكرام، اذا اردنا ان نتكلم عن النازحين فالمآسي كثيره، اضافه الى المآسي التي يقاسيها النازحون في المخيمات. يعني هو طلع من ديرته اللي كان عايش بيها بسبب اهمال حكومي، بسبب انه الدوله يعني ما دافعت عنه، بسبب انه الجيش انهزم. بعد ذلك اصبحت قضيه النزوح هي عباره عن ورقه للضغط، اصبحت قضيه النزوح هي ورقه من اجل ان يستخدمها السياسيين في مناكفاتهم. اذا اردنا ان نستمع لاراء النازحين فهي كثيره. اليوم انا جبت لكم ثلاث مقتطفات صغار لنازحين في مخيم بزيبز. أول مقتطف أريدكم تسمعوه لطفلة نازحة. هاي الطفلة من دا تحكي، قبل ما أعلق على كلامها أريدكم تسمعون هي اللي دا تقوله شنو، وبعدين نعلق على كلامها، وأريدكم أنتو تتصلون على أرقامنا اللي موجودة أسفل الشاشة وتقولوا لي رأيكم باللي دا تقوله الطفلة شنو. خلونا نستمع رجاء. أنا ناشدت أكثر من 4 مناشدات من الحكومة، يسلم الحكومة كل شيء ما أريد منها، هذا رمضان عليكم الله ما تخافون، تسحى وشربة ونفط وشربة حتى الله ما يرضاها. نريد أريد كل شيء ما يسلم الحكومة، أريد بيتي لمناني وأهلي، ما طالبة منهم شيء صعب، ما ينقص منهم شيء لو جوا زاروني شافوا وضعنا حتى ما يندلوا الناس هم. والله والله يعني قمنا نتباكى على هدوم مال العيد، يعني قمت بالعيد نقوم نتباكى هدوم ما عندنا، فطور نفطر شوربه، رمضان عليكم الله ما تخافونه، يعني لا مدارس نروح بالكرفانات نقف، لو تعبنا نقعد على القاع، لا صبوات، المدير يجينا شويه وهسه شويه وتطلعون، ونبقى نبقى قاعدين على القاع، والله حتى الله ما يرضاه، يعني اطفال قمنا لا نعرف لا نقرا ولا نكتب، ها وين صرنا نسوان لا نعرف لا نقرا ولا نكتب. حتى الله ما يرضاها، اريد بيتي لمني انا واهلي، اريد بيت اتسقف فوقاي كش ما اريد، اريد قوفة صغيرة انام بيها ما اخاف، يعني احنا بالليل نفتح عين ونقمض عين، والله خيمتنا مو زين ومطبخنا مو زين، شو احكي لك؟ يعني بالشتاء يقوم تمطر علينا نقرق، وبالصيف نموت حوت ما علينا الخيمة، شو احكي؟ ايست من الحكومة. ناشدت 4 مناشدات وما استجابوا لي، الله ما تخافونه، يعني احنا اطفال اطفال تقدرون تعيشون احنا بيوم واحد بدالنا،
هاي طفلة من دا تحكي دا تقول أنا كل شيء ما أريد، أنا أريد بيتي يلمني أنا وأهلي، وراها قالت أريد غرفة صغيرة أنام بيها. وكلامها اللي سمعته أيضا شنو رأيكم به؟ عندي أبو ياسين من بغداد، حياك الله يا أبو ياسين. تحياتي لك أخوي على قناة الرافدين الوطنية. حياك الله أخوي. يعني هو من قال إحنا انتصرنا، هو شنو مكذب؟ ترى ما مكذب هو، نعم تفتيش المحرقات وتفتيش الجسور وتخريب الشوارع وتهجير الناس وقطع الأشجار وتلويث المياه، هذا طبعا انتصار، هذا يرضي به أشياء. نعم إيه، ونطول المالكي والقبلة والوراء والوراء. أخي هم دول هذول خدم الإيران وأمريكا. هسه يلا أنتوا جيتوا العراق صار 19 سنة، جيتوا للعراق أحسن دولة بالأمة العربية هو العراق، بمية بكهرباء باللحمة مالته. كان العراق كله واحد، كان قبل ما حد يعرف سني وشيعي وصابئي وكردي ومسيحي. الله وكيلك، يعني أنا عسكري ما أعرف يعني هذا منين. فهم إجوا، هاي كل هذا تمزيق نسيج العراق. أخي وأريد أوصل رسالة دول الديولة، نعم، والحكيم والعامري، هذول ناس والله هم يعني ويا إيران، بس أنت الديول إلتوا اللي تمشون وراهم اللي تعلقون بصورهم. أنا من أعلق صورك واحد غيركم مستفاد منه، اللي ويعني بلدي، يعني يكون هذا أنا معلق صورتك يكون فايت بلدي. أنتوا شفتهم أنتوا من دولة، يلا أنتوا يا حوش، أنتوا مو هم دول بيكم دمروا البلد. نعم يعني هسه هم دول قيادين قاعدين ساكتين، انتوا اللي فاتر عقبه من الدنيا تفتر عليكم، تظلون تبكبكون، ها احنا ما ندري في القانون لا يحمي المغفلين. انا احيي هذا الاخ اللي قبلي، انا طبعا احيي هذا صوته وطني، والله هذا الرجل هذا صوته وطني. فان شاء الله هذول كلهم يصفون ان شاء الله، هم لا عبالهم الناس ساكته، لا عبالهم تدوم لهم. العراق ترى مثل كرسي الحلاق ما تدوم، اللي كان يرحمه واللي كان مو جنبي يقول هيك يشمل روحه. نعم فترى ما تدوم لكم، امشوا عدل. فاخي اوصل رساله الما للناجحين، قضيه الناجحين ترى ما يرجعون الا في الحكومه الوطنيه، يظلون نعم. مهجرين لو هذول يظلون بعد 100 سنه يظلون مهجرين الا في الحكومه الوطنيه. الله يشكرك. نعم شكرا لك ابو ياسين. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام ورحمه الله وكرامه. بالنسبه لملفات المخيمات الموجوده النازحين بكل العراق اللي موجوده، نعم. شمال العراق ووسط العراق وغرب العراق، يعني نشوف احنا الحكومات المحليه تطلع تتبجح وتقول هذا غلقناه، مثل محافظ الانبار ومحمد الحلبوسي الفاسد وغيرها، ومحافظ صلاح الدين ومحافظ ديالى ومحافظ الموصل، يطلعون يكذبون على الرأي العام ويقولون احنا غلقنا كل المخيمات، ما عندنا مخيمات. شنو هالكذبة؟ وحتى وزير الهجرة من يطلع يحكي انه ما عنده نازحين ومهجرين، كذابين، ناس فاسدين وناس عايشين على الفساد، ناس عايشين على سرقة الأموال. فهاي المخيمات تعتبر وصمة عار في جبين شيوخ الدين وشيوخ العشائر والمحافظ ومجلس المحافظة، الكل مخيم موجود بأي محافظة. نعم. شلون انت عراق عظيم وبلد النفط والخيرات وانت تقولون احنا ديمقراطية وخلصتوا من ديكتاتورية، شلون اكو مخيمين النساء واطفال مخيمات بزيبز وغير بزيبز وبغداد داخل بغداد وعلى اطراف بغداد وجرف الصخر وديالة، اللي هي الحكومة مشاركة بتهجيرهم. نعم. الحكومة لو حكومة وطنية وعدها إنجاز واحد يذكر لها كان غلقم هذا الملف اللي يعتبر وصمة عار بجبينهم، بجبين رجال الدين ورجال السياسة بدون استثناء، السنة والشيعة، لأن المهجرين منهم المهجرين كلهم سنة، كلهم سنة من جرف الصخر وحزام بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالة، جراء الإرهاب داعش وإرهاب الحشد. الحشد الحكومي اللي شارين باجات مع رئاسة الوزراء وهم يقتلون ويقتالون ومغيبين عندنا بسبب كل هذا، بسببه هو الحكومة المركزية اللي ما تريد تغلق هذا الملف، تريد الناس تتهجر وتريد تغير مناطق ديمغرافيا في مثل جرف الصخر يضموها يسووها قاعدة للحرس الثوري ويسووها مخازن للصواريخ والأسلحة في سبيل يهددون الخليج ويهددون المنطقة بيها. فاحنا ما عندنا سياسي وطني
شريف من اي محافظه سنيه يطلع يحكي ويقول هذا الملف وصمه عار، النساء والشيوخ والعجز والاطفال المفروض يرجعون الى مناطقهم وبيوتهم. اما اذا اكو شخص عندهم بالعائله مطلوب يتم الاجراء قانوني بحقه، ولكن العائله ترجع، ترجع العائله شنو ذنبها؟ هاي المشاكل العشائريه الموجوده بالانبار وموجوده بالموصل وموجوده بصلاح الدين، المفروض لو اكو شيوخ عشائر ورجال دين يشكلون لجنه يحلون كل هاي الملفات العالقه. شلون الشمال مثل سووهم عفى الله عما سلف كبعثيه ووطنيين وغيرهم، ولمهم الدنيا كلها في شمال العراق واقليم كردستان، يعني ما قصرهم. اما حكومه بغداد والحكومات المحليه بالمحافظات السنيه ناس سفله وناس يرجل ويا الحشد ورجل ويا الناس يحجون بالوطنيه، وهم ما عندهم اي وطنيه اتجاه هذه الناس الخيم اللي بالشتاء برد ومطر وجوع، وبالصيف حر وتراب وجوع. يعني وين محمد الحلبوسي محمدنا اللي يسولف هو الزعيم؟ وين ذاك ابو صلاح الدين يقول انا هم زعيم؟ عيب على شواربكم انتم، مخيمات بها نسوان وجهال جوعانين وعريانين، يجي برنامج اماراتي يعطف عليهم، غيث وغير غيث بارك الله بيهم، يعطف عليهم ويساعدهم ويكشف، يكشف ما موجود بالمخيمات من وصمه عار بجبين رجال العشائر، واللي يحجون بالعقل واللي يحجون بالعبي واللي يحجون بالدين، المنابر اللي يصعدون بالجمعه يعلمون الناس على الوضوء. بس انتم هذا دوركم، ما تحجون مشاكل الوطن ومشاكل المحافظات الموجوده المخيمات اللي 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 اللي, اللي يعني مع الاسف والله واحد شحكي من ورا ذول اللي يسمون فيهم سياسيين ورجال دين. نعم، شكرا، شكرا لك اخ صباح. كان من المفترض ان يدخل ويانا محمد من بغداد لكن انقطع الاتصال. يا محمد اتمنى يا محمد ترجع لنا حتى نسمع رايك. اما الان ابو عراق من الفلوجه، حياك الله يا ابو عراق. وعليكم اخوي استاذ اسد. عليكم السلام والرحمه والاكرام. احييك واحيي القناه الشريفه واحيي الاخ كيان والاخ صباح على الروح الوطنيه اللي يحملوها، حياك ان شاء الله. ان شاء الله الشعب العراقي كله يتعدى روح وطنيه. بس يتعلق على الاخ صباح يناشد الشيوخ العمي، يا اي شيوخ هذول؟ هذول جريمه، هذول انسانيه وحق العشائر الاصيله. هذول يسمون لو يشوفون هاي اللقطه مال هاي الطفله، واكو لقطه قديمه عندكم استاذ افل لو هم تراجعوها، الطفله عمي شلون تبكي؟ بلكي يصير عندهم غيره، بس هم منينهم غيره؟ والله ما يلتقاهم لا غيره ولا شرف ولا انسانيه ولا معروف. ذولا مجوعه استاذ افل، مجوعه عندهم الانسانيه ذولا. ولا انت ما جاي تشوف التلفزيون، ما تشوف العالم هاي، ما تشوف هاي الناس اللي متهجوله، ما تشوف هاي الناس الجوعانه. ولكم انت يا سياسيين شله الوشيعه، يا علماء شله الوشيعه، ولكم باكر متقفون امام الله، شو تقولون له؟ من بدينا شيء؟ لا، كل شيء بديكم انتوا اللي خربتوا البلد، انتوا اللي دمرتوه، انتوا اللي هجرتوا العالم. ولكم ترى باكر عشاب عصير، واكو عشاب لكم بالدنيا. هاي الحكومات ما تبقى استاذ افل. نعم. ان شاء الله اكو حكومات تشكل دولة الى مزبلة التاريخ. وانا اشكرك اخوي. شكرا 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 لك ابو عراق. من المفترض يعني انه اكو ناس على الاقل يحسون باوجاع الناس، لكن لما يكون هذا الشخص، عندك على المسؤولين حاليا، لما يكون هذا الشخص اصلا هو عنده روح او عنده ولاء الى بلده. احنا سمعنا طفله من نازحين مخيم بزيبز، هذه امالها قالت انا اريد بس بيت، انا كل شيء ما اريد، انا اريد غرفه صغيره انام بيها، انا اريد بيتي لمني انا وعائلتي. تردونا نسمع اكثر؟ نروح للكبار خلنا نسمع ارائهم. نازح من نازحين مخيم بزيبز سوت ويا كاميرا الرافدين لقاء، احبكم تسمعوا مره ثانيه. تفضل. احنا من جرف الصخر، احنا عشيرة، احنا على عويسات تهجير، احنا ثلاث عشائر جنابين والعويسات وقسم من بعيسي، تهجر من مناطقنا صار لنا 9 سنوات. عانينا ما عانينا، شفنا مآساة ما شافت يعني قبل بشرية مثلني، حتى الأنبياء ما شافت مآساتني، والوضع معنا تعبان.
ايش تحكي وش تقول وش الطالب؟ واحنا في شهر رمضان ومقبلين على عيد، وان شاء الله الله يديمها على العراقيين بالخير والبركه. هذا احد نازحين مخيم بزيبز، من يقعد يحكي لك يقول لك احنا شفنا مآسي. هم نازحين منطقه جرف الصخر، منطقه العويسات مثل ما بين، يقول احنا شفنا مآسي ما حد شايفها قبل، ماذا نقدر نعيش؟ ولما نيجي يقول لك اريد حقي هيك عايشين، لما نيجي يقول لك اريد مكان ارجع اعيش بيه، فيقولوا له يا الخيمه، او بالاحرى هم الخيمه يردون يسدوها، طبعا هم المخيمات يردون يشيلوها لان الحكومه ما تريد تصرف على الدوله على الشعب، يقولوا له ما نعطيك شيء. والفلوس اللي انباقت اكو هوايه صفقات صارت بها فساد في قضيه فلوس النازحين، واحده من عندها مثلا مجاري ومرافق صحيه اللي على اساس كان نائب رئيس الوزراء بوقتها صالح المطلق اللي راحوا حفره وساقيه، وين راحت الملايين ما حد يدري. محمد من امريكا حياك الله. السلام عليكم، بحيك المجاهدين الابطال. حياك الله اخوي العزيز، عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ اسد علي، هذا مخطط كفيلك الله، مخطط ايراني، ما يريدون العراق يصير. نعم. هم دمروا البلد والديون خالي، الديون عندهم، الديون نهايتهم قريبه كفيلك الله، مثل ما سووا فينا لا تسووا فيهم. نعم. والله العظيم مثل ما هجرونا لا نهجرهم، نهجرهم هم وعوالهم، شوف ايران تستقبلهم. والله حتى ايران ما تستقبلهم، ايران تضحك عليهم عمي، ايران تضحك عليهم. ولان كلها ايران. جلادين جلادين كلها يعني بخيم، عمي دمروا الشعب، كفيلك الله هذا مخطط صفوي ايراني، ذول اهل العمايم ما يمشون وراهم، كفيلك الله لازم المرجعيه كلها ايرانيه، نفس الصفوي كلها، كفيلك الله. اليوم تقرير نزلت امريكا، والله العظيم المراجع كلها تابعة لإيران، ليس عراقية، وعندك ذول الهنود يمشون وراهم، والله العظيم أستاذ أسد دمروا لي البلد، والله يهجمها على رؤوسهم إن شاء الله، وأهل العمايم، أبو خاط هذا الحق وسي، عمي انتبه على أهل الرمادي، شوف المناطق السنية كلها بجرائم، عمي انت الحكي يكتب بالسنة، بالأنبار، حزب الله على هالتكريم. عمي هذا مخطط ايراني كثيرك الله، ما يريدون سني يبقى بالعراق، يجي يهجروه، واصبر ما عليهم وعلى ايران يبقون، نهجرهم والله العظيم، يجي يومهم نهجرهم ذول الحساله مال ايران، ديون ايران، والله العظيم، وحي قناه الرافد عمري. حياك الله اخوي العزيز. عندي مقتطف اخير انا طلعت لكم اياه اليوم، وهمينا من نازحين منطقه العويسات، بس أنا قاصد أجيب لكم هاي المرة، وقاصد أسمعكم كلامها لأنه أرد أعلق عليها بعض الشيء، وأتمنى أنتوا تعلقوا لي أيضاً عليها. خلونا نسمع إلى نازحة جرف الصخر. إحنا شلنا جيران أبو سعد قبل وهسه، من نزحنا منطقتنا منطقة جرف الصخر العويسات، هنا نزلنا من زيبز، جيراننا بيت أبو دياب، وجيراننا هاي الحجية هم أمنا جيراننا، دق عوائلنا جيراننا، ناس تطعم ناس، هسه من يصير الافطار ناس تدز الناس، حتى لو محله مثل هسه خلنا على الله تسوي تطعم لنا، لازم تطعم، مو الا تمن ولحم ولا شنو، اللي نسوي خير من الله نطعمهم، ناس تطعم ناس، ناس تروح الناس، حتى العشاء ناس تتعلل من ناس، شو نسوي؟ هي هاي الله كاتب لنا اياها، والله تعبانين يعني، ما عنده ماكو يعني، مو مثل بمنطقتك كلهم شاره، تشتري كيلو طماطم ب 1500، تشتري كيلو خيار ب 1500، تشتري اللبن ب 1000 دقيقة، ايش تشتري؟ يعني ما عندك حلال. حتى قبل احنا بمنطقتنا نسوي يعني روبه، نسوي لبان، نحوش من زرعنا، هسه لا، هسه قبل وهسه لا، تفرق كثير. حياكم الله من جديد. مشاهدينا الكرام، يعني مثل ما سمعت الاخت اللي طلعت قبل شويه تقول احنا نتشارك، يعني هم بمصايبهم، لا مصدر رزق، لا شغل، لا شيء. عايشين على المساعدات، بس تقول احنا من نطبخ شيء نوزع على الجوارين. اتمنى الحكومه تسمع هذا الشيء، بس لما اريدها تسمع هذا الشيء او اريد السياسيين يسمعون هذا الشيء، مو يروحون يوزعوا على دول الجوار، والله نازحه تعطي جوارينها بالخيم، او اهل بغداد واهل العراق لما يطبخون شيء يوزعوه للجيارين، لا.
أنا أتمنى يسمعون هذا الشيء بحيث أنه تطي لها البلدة، بحيث أنه لما تريد تنهي هاي المأساة اللي تشوفوها أمامكم ما تبقيهم بخيمة، لا، بيتك احترق أنا أبني لك إياه. الدولة تتعهد بإعادة إعمار المدن والمناطق المدمرة، لأنه المفروض هسه نصير إيد واحدة، المفروض هسه أنه فترة إعادة الإعمار حتى نتخلص من قضية النزوح، حتى ذول النازحين يرجعون لمناطقهم ونخلص ونعيش كنا مرتاحين. أبو علي من البصرة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أخي العزيز. تفضل. يعزك ربي. قبل يومين كان عندي ضيف من الرمادي. نعم. صديق لنا وهو إجا للبصرة، إجانا للبيت. المهم قعدنا أنا وياه، ظلينا نسولف تقريبا ساعتين. من بعدها سافر خطيه الله وياه. نعم. سألته هواي أسئلة على الرمادي، على المناطق اللي موجودة هناك يعني، على الأحداث اللي صارت. المهم قال إحنا بالنسبة عندنا بيوت اثنين، وهذه البيوت من البيوت الضخمة، يقول دمرهن داعش يعني منسحن بالقاع. نعم. يقول رحنا نطالب الحكومة، يعني حكومة الأنبار اللي موجودة أو المسؤولين في هذه القضية، ودزولنا إلى بغداد. يقول توصلنا بحقيقة، توصلنا لمن تعبنا كلش، ما عوضونا على البيت يعني. يقول شوف الفساد اللي موجود عندنا بالأنبار أو مثل هذيك المناطق. قلت لي قال أكو ناس يعني ناس فاسدين مرتبطين ويا داعش، يعني هم متورطين ويا داعش. يقول تقبل الله يقول عوضوهم. يقول احنا الناس المظلومين ما يعوضونا يا اخي، هذول النازحين هسه والمتضررين. انت كل عقلك تريد الحكومه او مثل دول المسؤولين مال الانبار يا اخي رجعونهم او يبنون لهم بيوت؟ هذا كله سبب الفساد اللي موجود يا اخي. هذا اللي يتحمل المسؤوليه، اللي يتحمل المسؤوليه حقيقه يعني حكومه الانبار اللي موجوده، المفروض هي يا اخي تراعي هذا الموضوع، هي توقف لهم. سياسيين الموجودين بالمناطق الغربية وينكم؟ اللي ناس انتخبتكم يا أخي، غير توكلوا لإخوانكم. أبو علي، أبو علي، منو اللي صعدهم؟ أبو علي تفضل. مش عان الجبوري، تفضل وياك. مش عان الجبوري تعرفه؟ أعرفه أبو يزن. مش عان الجبوري ارتبط اسم أخوه بتنظيم الدولة داعش، تمام؟ مش عان الجبوري ليه هسه موجود بالحكم؟ ليه هسه يرشح ابنه يستلم أمانة سر حزب وما حد يحكي وياه؟ بس مواطن، خصوصا احنا على سيطرة الرزازة مثلا، مواطن ما له دور، فلاح بسيط، حجية لا تقرأ ولا تكتب، تنهزم وشايل علم أبيض وتقول أنا أريد أخلص من الضيم، يشمروهم بالمخيم ومن يعاملوهم كأنما هم اللي جوي يدمرون هذا البلد، ويسوون بهم علاقات لا صحيحة مع تنظيم الدولة، ويسوون وياهم ارتباط غير صحيح. أخي العزيز، أنا مدى أتكلم على ارتباط بهذا التنظيم أو لا، أنا دا أتكلم عن أبرياء. أكو أبرياء بالسجون، أكو أبرياء بالمخيمات، أكو أبرياء عايشين بالتشول وما مسجلين عند الحكومة لا بمخيم ولا بغير مخيم. ذولا شنو ذنبهم؟ بالتأكيد. شوف هو أستاذي، نعم، يعني هي الأسئلة كانت حقيقة كثرة الأسئلة ويا الضيف. المهم هو يعني وصف لي على الأحداث اللي موجودة، وصف لي على الشيوخ اللي موجودة بالأنبار، يقول اللي ورطنا وسبب دمارنا وسبب اللي عطينا شهداء ودمرت بيوتنا. حقيقة هذا كلامه استقبل الله ورسوله. هي شيوخ الأنبار يا أخي المفروض هذول يتحاسبون، هم الفاسدين اللي دخلونا داعش ودمرونا. ضيافة يا أخي السياسيين الموجودين، سياسيين الانبار يا اخي، هم المفروض يوقفون يا اخي لاخوانهم. اذا ما يوقفون لاخوانهم لعد من يوقف لهم؟ تريد الحكومه حكومه الكاظمي؟ حكومه الكاظمي اليوم ما توقف المواطن يا اخي، هذا من المستحيل. يعني حكومه الكاظمي هي امريكا دمرت العراق يا اخي. انت لا تتوقع اكو خير من وراء حكومه الكاظمي تريد يوقف الفقير. اليوم كل فقير وكل واحد متضرر. ابو علي، ولا امر عليك انت تقول لا تتوقع خير. اذا كان بالمناطق الغربيه ابو علي، والمحافظ الجنوبيه ولا بالوسط يا اخي، من المستحيل حكومه توقف له. ابو علي اليوم الحكومه، ابو علي اذا تسمح لي، ابو علي الحكومه اليوم مو المواطن الفقير يا اخي. قلبي ابو علي تسمعني، انت تقول لا تتامل خير من مصطفى الكاظمي او حكومه الكاظمي.
زين اللي يجي وراها راح نتأمل منه خير لو لا؟ والله أنا أقول لا أتأمل خير. نعم أشكرك. شكرا شكرا لك أبو علي. أبو عمر من بغداد حياك الله يا أبو عمر. حياك الله أستاذ أفل وحيا الله قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. حياك الله. حياك الله أستاذ أفل. بالنسبة كل الحكومات اللي حكمت العراق يعني من ضمنهم العبادي اللي في وقته قال إنهاء عمليات داعش وقضينا عليهم وهاي الامور يعني لازم يكون ملزم في كلامه. شلون ملزم في كلام استاذ بن؟ يكون يجب ان يكون له يحقق الناس اللي هجروا من مناطقهم اللي اولادهم او اهلنا وامامنا اللي اخذتهم القوات اللي ما يقولون عنهم قوات الامنيه او الحشد الطائفي اللي عندهم هم اللي سموه واللي اسسته هاي المرجعيه الجهات الكفائي. يجب ان يكون يتفلت الجهات الكفائي ومن تصريح من يعني من المرجعيه العليا اللي هم معتمدين على السيستاني وغير السيستاني والايران اللي هي سبب خراب تدمير العراق. يجب ان يكون الحشد الشعبي اللي عندهم يتفلت لانه هاي الامور من متخصص لازم الجهات الكفائي ينتهي عندهم. لازم وزاره الارشاد والتعبير ان يشتكي امر لهم من الابادي تعمير هذه يعني كل الدور اللي دمرته القوات الامنيه والحشد الشعبي اللي دمرته في مناطقنا صلاح الدين وتكريت وموصل كل المناطق بالعراق. يجب ان يكون تنبتي ويجب ان اعاده النازحين لهم لانه ذول ناس ابرياء ما لهم اي ذنب وما لهم اي ذنب اللي صار عندهم في مناطقهم اللي دمرت. ويجب على الحكومه العراقيه اذا كانت عندنا حكومه عراقيه النظر في هذا الامر. يعني صار مؤثر عندنا ناس يعني ما يقارب 5 سنين 7 سنين 8 سنين واكثر من الوقت اللي احنا بنمر به ما شفتوا عليهم ما اعطوهم اي وزاره لان تمسك الناس ملف النازحين وان من يعود ومن السبب وراء هذه الامور اللي قاعد المخفيه اللي السكوت اللي قاعد يصير عندنا بين 7 سنين او 8 سنين النازحين منو سبب وراء هذول اللي الناس اللي مع احتراماتي اللي ما يسوى قلت اللي دمروا العراقيين ودمروا اهلنا وناسنا في كافه المحافظات. يجب ان يكون على الكاظمي او العبادي انهاء هذا الملف لانه هذا الملف اذا بقى على العراقيين فالعراق كله راح يسبب تهجيره وقتله لانه الحكومه ما سبت للشعب العراقي وما نظرت له بنظره وديه وبنظره اخويه ونظره روح وطنيه كعراقيين يستاهلون يحترمون معززين مكرمين الى دورهم يعني يوصلونهم المساعدات في شهر رمضان او كل الامور. يعني ما شفنا اي ترحيب للنازحين، ما شفنا من عندهم اي مبادره للنازحين، ما سمعنا اي خط عفو للناس اللي مسجونه لحد الان اولادهم بالمعتقلات اللي ما يعرفون اي تهم سببها من عمليات داعش اللي قالوه عنها. هاي الامور يجب ان الشعب العراقي استاذ يطلع بثوره لان هذه الامور يحاسب عليها الحكومه لان الحكومه حكومه الكاظمه واي حكومات فهي المسؤوله عن الناس المهجرين والنازحين. فاذا طال هذا الملف استاذ أفر يعني لما نبقى يعني مدى الحياه يعني صار من 2019 لحد الان متى يعني نظل نكامل. فيعني هاي المساله خاصه للشعب العراقي كله. يعني الشعب العراقي دمر بسبب هاي الحكومات بسبب هاي السلطات. فعلى الشعب العراقي ان يعني يتكاتف ويصير ثوره ضد هذول الفاسدين ونخلص من عندهم ونحاسبهم مثل ما عدوا ناسنا واهلنا ولحد الان متهجرين. فكافه الشعب العراقي يجب ان يكون يتكاتف ضد هاي الحكومات الفاسده اللي دمرت العراق لا بنى تحتيه ولا زراعه ولا صناعه ونشوف الوضع اللي قاعد يصير عندنا يا بس. وحسبي الله ونعم الوكيل. شكرا 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 لك ابو عمر من بغداد الرشيد ابو علي حياك الله يا ابو علي. الله يسعدك. ويسعدك يا غالي. شلونك هذا؟ هلا بيك ابوي. جبتها على النازحين؟ اي جبتها على النازحين. شلون كم النازحين؟ من كانوا يصعدون على منصات الذل
والمهانة ويصحون احنا تنظيم اسمنا القاعدة جاي صح لباع القتل قتل يا حلال زين تقول داعش الحيدر قال خلصت لا بعد 50 سنة ما تنتهي داعش بعد 50 سنة ما تنتهي داعش ليش قل ليش أنا أساني هذولا مو قضيتي هذولا ما يهموني أنا اللي همني المدني اللي عايش بمخيم وهو ما له ذنب وهو اختلط الحابل ويا النابل ابن حلال اختلط الحابل ويا النابل هذا التنظيم ما يهمني هذا الشيء جديد على الشعب العراقي ما عرفه إلا لما اجى الاحتلال الأمريكي ورا سنين يلا شافه أنا اللي همني ابن البلد أنا اللي همني ابن بلدي لا ابن شانه ويساعدون على منصات الذل والمهانة وانتم تطلوا لهم احنا تنظيم اسمنا اخي العزيز اخي العزيز انت ده تخلط اكثر من شغله اعتصامات المحافظات الست المنتفضه طلبوا 14 مطلب اذا تريد ترجع ل 14 مطلب ما راح تشوف فيها اي مطلب واحد وصل الى عشر ما وصلته ثوره تشرين لا سادي مال المحافظات الست تختلف عن ثوره تشرين ولكن احنا ما نريد عبد الزهري يطبع علينا وذول الصفويين والمالك الصفوي والله يا اخي نعم. اكو كلام مدى استوعبه من عندك يعني شلون يعني هسه انت بس اللي اريد افهمه اللي اريد افهمه انه مثلا ذول المحافظات السنيه انت تتكلم عنها لازم يعيشون بالمخيمات لا مو يعيشون هم لازم المحافظ هم المسؤولين هناك بالمحافظات هم يجيبونه زين يجيبونه والداعش يعدمونه اخي العزيز ابو علي اريد اسالك سؤال نعم راح نرجع الى أوه. الى الارقام عوفنا هسه من الهاي عوفنا من النازحين الى كل شيء بال2013 ايش قد كانوا عدد تنظيم الدوله اللي طبوا للعراق كم بيك اب طب من الحدود ما شفتي انا قابل احصاني لا يعني ما انت من تحكي تقول زين لازم يرجعونه والموزين يعدمونه خلينا نحكي واقع كم بي واحد 1000 2000 10 20 30 قل لي ايش قد الرقم ما ادري زين ودواعش 80% من المحافظات زين زين باوع راح اقول لك شغله واحده هوشيار زيباري طلع تصريحه موجود على الانترنت تقدر تدور عليه وتلقاه كان وزير خارجيه قال عدد اللي موجودين من تنظيم الدوله في الموصل ما راح احكي لك بغير مكان بحرب تحرير الموصل اكبر عدد 2000 الى 2500 وروح 3000 ومن يمي اعطيك 7000 هذا 10000 مقاتل عدل اخوي اخوي بس وقف عدل كلامي لو مو عدل ما ادري عمي هذا مو تصريح يا ابو علي افهمني دا اقول لك هوشيار زيباري يقول 2500 الى 3000 عمي روح مني سبعه هو شنو ملك زباري نمونه هو الزباري هسه يا اخويا مو انا دا جايك انا بس انا اريد اسالك سؤال ما توصل وياي روح 10000 تمام لو لا ما راح ترضى اللي انقتلوا بالموصل بحرب تحرير الموصل فوق ال 40000 ذولا ال 30000 وين ذولا منو ذولا يعني جزء انقتلوا من الجيش العراقي من جهه من الحشد الشعبي جهه ابن الحلال من الشرطة الاتحادية ليش ما تذكرهم أخي العزيز أنا وين دا أحكي وأنت وين أنا دا أحكي بمدني أنا دا أحكي مدني حقوق مدنيين أنا دا أحكي حقوق ناس إيران احتلت الفاو بالثمانينات إيران احتلت الفاو بالثمانينات وراح الجيش رجعها للفاو هم نطشوها دا شو ما قال أنا إيش قد نطيت بس قال أنا رجعت لا شو هذا هو نعم اشكرك ابو علي بس انا عندي متصلين اخرين اعتذر منك من المتصل وياي اعتذر ابو علي من لندن حياك الله يا ابو علي الله يحييكم سلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام اخ ابل حبيبي انت جاي تسال ميليشاوي هذا ميليشاوي هذا استاذ سيله كم راتب عندك؟ هسه يقول لك 6-7 رواتب
هذول ميليشاويين دول، بعدين دول يسمون نفسهم شهداء على شنو؟ شهداء الحشد المنقص وغير الحشد المنقص. بابا انت جبت داعش، مسرحية داعش خامنائي الإرهابي وحسن نصر الشيطان الإرهابي وبشار الأسد الإرهابي والمالك الإرهابي. انت جبت داعش، هاي مسرحية داعش جبتوهم من سوريا وطلعتوهم من سجون العراق اللي انتوا ربيتوهم ودربتوهم، وسويتوا لنا هاي مسرحية داعش وجبتوا لنا هذا فتوى السيستاني المصيبة. هاي فتوى المصيبة مال السيستاني العجم المجوسي. انت جاي تحكي ويا داعش يا حبيبي، انت جاي تحكي ويا الميليشاوي يملك عدة. بعدين هذا هذول بالنسبة للنازحين، ها أنا ما أعتب على الميليشيات، ما أعتب على الخونة، أنا أعتب على سياسيين السنة. أخي أنتوا وينكم؟ أنتوا وينكم يا سياسيين السنة؟ أنتوا راح تذهبون وذهبتم إلى مزبلة التاريخ. هاي فضل صار كم سنة؟ 6-7 سنوات الناس متحجبولة من بيوتها وفي المخيمات. إلى متى؟ إلى متى؟ استفهمنا ذولاك سياسيين الشيعة عملاء خونة الإيران مجرمين قتلة إرهابيين دواعش. أنتوا إيش بيكم يا أخي؟ أنتوا إيش بيكم؟ أنت ذولاك عندهم فتاوي من خامنائي الإرهابي ومن السيستاني الإرهابي، ها اقتل وانهب واسرق وانهب ثروات العراق ونفط العراق على موج ظهر المهدي وياخذهم للجنة، قامت ميليشيات عصابات يطبون للجنة. بس انتوا سياسيين السنة ليش هالشكل؟ ليش هالشكل؟ ليش بتخافون الله؟ حياكم الله. شكرا لك ابو علي. السلام عليكم. ابو علي عنده خوش عميل سري من محافظة الانبار، يطلق عليه صديق ويوصل له اخبار المحافظة اول باول، وابو علي يوصل اخبار المحافظة الايران، لكن ابو علي عندما يتصل بقناة الرافدين يحورها ويضيف عليها ويحذف منها بكيفه. مشاهدين، اي الرسالة الوحيدة اللي وصلتني اليوم على رقم الواتساب. مشاهدين الكرام، قضية النزوح قضية شائكة، لكن ما يدمي القلب عندما نمسح معاناة شعب أو نمسح معاناة فئة كاملة من الشعب وننظر إلى أفق بسيط جدا. عندنا نازحين وعندنا مغيبين وعندنا منتهك حقوقهم قسريا وعندنا معتقلين أبرياء وعندنا هواية مصائب وعندنا فساد وعندنا خسارة. دا نخسر ببلدنا الكثير، دا نخسر أموال شعبنا ودا نخسر أرواح شبابنا ودا نخسر حياتنا ودا نخسر البلد والمي دا نخسره والفلوس دا نخسره وكل شيء. والعراق مهدد هسه بجفاف، والعراق مهدد بهواية أمور، والسبب اللي عدم وجود سياسة صحيحة تدار بهذا البلد، السبب السياسيين، السبب الاحتلال، والسبب الكذب على الناس، لأنه كل ما بني بال2003 بني على كذبة، واللي كذبوها هذول السياسيين دي حكمون اليوم. نلتقيكم على خير مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم باشر بإذن الله. في أمان الله.